آخر زيارة كان أصعب زيارة عنا. أول إشي احتلال وتفتيش 4-5 مرات، وكانت كل دولة إسرائيل عند ناصر وبيحتضر، خايفين منه وبيحتضر إنه يقوم يعمل فيهم إشي. كان الوضع كتير كتير صعب، إنا عبرنا عليه بس هو مفتح عينيه وما بتحرك ولا إشي، على بضغط يعني دقات قلبه من الأجهزة اللي حاطين له إياها. قعدنا نص ساعة، قعد أخوي يقرأ له قرآن وأنا أقرأ له وأخته تمسك إيده وتقرأ له، وهم حوالينا بتطلعوا بيشوفونا إيش بنعمل. صور مريض وبيحتضروا خايفين منه، طول عمرهم خايفين في ناصر، هو أسير وهو مريض وهو شهيد، هم خايفين من ناصر. والحمد لله رب العالمين، يعني صرت أحسس على رأسه وأحكي له الحمد لله يما الله يختار لك الأفضل، إذا ربنا رب يريد لك الشهادة سلم على عبد المنعم، سلم على كل الشهداء. ولما زرت أنا يوم الخميس يعني حكي لي يما أنا مشروع شهادة، وأنا قضيت العمر لا بدي بيت ولا بدي دار ولا إشي، أنا ضحيت مشان الشعب ومشان في سبيل الله مشان كل إشي. وناصر ما شاء الله ابن الشعب ابن فلسطين، يعني كل ذرة خطوة كانت ناصر هي في فلسطين، والحمد لله يعني محبينه في الداخل من يوم مريض، من الجزائر من تونس وين ما أجا الحمد لله رب العالمين، الله اختاره والحمد لله هو طلبه والله اختاره. يعني كان بإمكانه زي ما أحكي العدو إنه يستعطفه، حتى لو استعطف العدو، العدو بده يطلعه، لا شتانا بين هذا هذا، ولا عمرنا إحنا بنستعطف اليهود. يعني لو بدنا نستعطف اليهود ناصر مرة ومرتين طلع وعاود رجع، إحنا الحمد لله مشروع شهادة، مش مشروع يعني نحكي لليهود إنه هينا تبنوا هينا عملنا، لا ولا مرة. قصدين انهم ينهوا قضية ناصر وينهوا قصة ناصر الأسد المقنع، لكن أبو ولكن قضية ناصر رح تبقى إلى أبد الأبدين. ناصر قضيته قضية وطن، قضية فلسطين، قضية ثأر، قضية مناضل ضحى أكثر من 33 سنة داخل السجون، ضحى بدمه، ضحى بسنوات عمره في سبيل فلسطين والقضية. امبارح تم إبلاغنا من الصليب الأحمر أنه قاموا بعمل تنسيق للزيارة، وأدركنا ساعتها أنه الوضع يعني لما بوافقوا على زيارة زي هاي اليهود في هذه الظروف أنه الوضع خطير جدا، فتوجهنا للزيارة بمرافقة الصليب الأحمر، أنا ووالدتي وأشقائي وأختي، وكانت المستشفى عبارة عن ثكنة عسكرية. أول ما وصلنا كانوا بيستنوا فينا التفتيش 3-4 مرات 5 مرات، عدد كبير من الجنود من ممر لممر، ساعة لما دخلونا على الغرفة وقالوا ممنوع تصوروا، ممنوع ممنوع ممنوع، حطوا علينا الهاض. ولما دخلنا على شقيق ناصر كان موصول بالأجهزة، أجهزة التنفس، أجهزة الإيكو، أجهزة القلب، أجهزة هاض، وكان وضعه للأسف في غيبوبة، غيبوبة مطلقة. حاولنا نتواصل معه، حاولنا قرأنا له شوية قرآن، دعينا له أدعية على أساس أنه يبدي ردة فعل، فللأسف يعني كان موقف صعب جدا جدا علينا وعلى عائلة. واحتسبنا عند الله يعني، وتحدثنا مع أحد الدكاترة اللي وافق أنه بعد جهد على الحديث معنا، وقالنا أنه على الأرجح على الأرجح أنه ما يمضي الليلة هذه، وكان ظنه يعني يعني مما أثر علينا سلبا، وروحنا يعني واحتسبنا عند الله عز وجل، فوضنا أمره لله والحمد لله رب العالمين. يعني ساعات الفجر الأولى تفاجأنا بالتلفونات إنه ناصر استشهد، والحمد لله رب العالمين.